وللحديث عن انتخابات الدورة 29 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، يسرنا أن نستضيف سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة. أهلا وسهلا فيك سعادة الوزير. يعني هناك زخم حقيقة يعني يحيط بهذه الانتخابات، ما هو الجديد في هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها الغرفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على هذه الاستضافة، وإحنا سعيدين بما شفناه اليوم من حضور متميز في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين. الحقيقة الدورة هذه أو المرحلة الانتخابية هذه شكلت أرقام قياسية، ليس فقط في عدد الحضور وأيضا في عدد المرشحين ونسبة تمثيل سيدات الأعمال في عدد المرشحين. أعتقد في عاملين أساسيين اللي أدوا إلى هذه الزيادة. الأول أن إحنا فعلنا إلزامية عضوية الغرفة، واللي هي كانت منصوص عليها في قانون الغرفة حينما صدر ولكن لم تكن مفعلة، ففعلناها. والقصد من ذلك والحمد لله شفنا نتائج تنعكس إيجابيا اليوم، أن بغينا من الغرفة أن تكون فيها عضوية أكبر، فيها تنوع أكثر، وفيها تمثيل أوسع للقطاع التجاري والصناعي في البحرين. السبب الآخر أعتقد هي التسهيلات اللي أدخلناها في تسجيل الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بتوجيه من الحكومة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة وصاحب السمو رئيس الوزراء صاحب السمو ولي العهد، بتسهيل الإجراءات، اختصار كثير من الاشتراطات في تسجيل الشركات، إطلاق نظام سجلات للتسجيل الشركات إلكترونيا. كل هذه أدى إلى قفزة كبيرة في عدد السجلات اللي سجلت في مملكة البحرين في العامين الماضيين، اللي طبعا انعكس إيجابيا على عدد الشركات الممثلة والمؤهلة للتصويت. أيضا نلاحظ تواجد شبابي كبير في هذه الغرفة، وأعتقد هذه بعد لا علاقة على انعكاس سياسة الدولة المتوجهة نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال، فهي أولوية مهمة في برنامج عمل الحكومة وبالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى وتمكين بنك البحرين للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية. الآن في تركيز واضح على تنمية هذا القطاع، على تهيئة الأسباب لنجاح هذا القطاع سواء من إطار تشريعي أو إطار تنفيذي أو تسهيلات ممنوحة لهذه الشركات. والقصد في هذا أن احنا نجعل البحرين واحد للمنتمين لهذا القطاع سواء من البحرين أو من خارج البحرين. أمامنا تحديات قادمة في اقتصادنا، أمامنا تحدي كبير أنه يجب أن نعيد تأهيل اقتصادنا، لازم ندخل في عامل خدماتي أكثر، لازم ندخل في التكنولوجيا الحديثة، لازم ننفتح على التجارة الدولية، التجارة الإلكترونية أو ما يعرف بالإي كوميرس، وهذه كلها وجهات جديدة إن شاء الله. يعني هذا يجعلني أن أسألك، أيا كانت الكتلة الفائزة أو حتى الفائزون الجدد في هذه الانتخابات، هل هناك خطة عمل موضوعة؟ هل هناك خطوط عريضة ستمشي على يعني نحوها الغرفة في المرحلة المقبلة؟ طبعا احنا كوزارة تجارة وصناعة وسياحة نتطلع للتعامل بكل شفافية ومصداقية مع المجلس الجديد المنتخب كما سرى عليه العهد في الماضي. اللي حب أشير إليه أن الغرفة اليوم هي امتداد فوق 75 عام من العطاء والعمل التطوعي. احنا ما نبتدي من نقطة الصفر، ولا ومن الإجحاف أن ننكر ما تم إنجازه في السنوات الماضية. الفئة أو المجلس الجديد اللي إن شاء الله بيتوفق و18 عضو اللي بيدخلون المفروض يأخذون اللي ما بني كأساس ويبنون عليه ويطورونه. احنا دورنا كوزارة طبعا دور تشاوري معاهم، نتطلع إلى رأيهم، نتطلع إلى يعطونا حس السوق حس الشارع، وهم أفضل من يمثل ذلك. ولكن أحب أشير إلى نقطة ثانية أيضا، أن لا يعني هذا بنهاية المطاف للآخرين اللي لم يوفقوا في الانتخاب. فأمامهم مجال أن يخدمون قطاعهم وبلدهم من خلال لجان الغرفة، من خلال التعامل المباشر مع الوزارة، أو من خلال التعامل المباشر أيضا مع الغرفة أو جمعيات أهلية أخرى أو عمل تطوعي آخر. فلا تكون هذه عامل إحباط لهم إذا ما توفقوا، يكون لهم إن شاء الله مجال في المستقبل القريب. يعني كما أشرت هنالك يعني الكثير من العناصر الشبابية الجديدة وأيضا العنصر النسائي متواجد بكثرة في هذه الانتخابات، كيف قرأت ولمست هذا الموضوع؟ والله أنا قمت بزيارة اليوم وصراحة يعني اندهشت، لأن كمية العدد واللي لفت انتباهي أن روح التسامح بين الفرق. يعني يمكن في زخم العمليات الانتخابية صار مواجهات بين بعض المرشحين أو الكتل، وهذا شيء طبيعي في الحملات الانتخابية، ولكن اليوم شفت حسيت أن بدأت روح التعاون تبتدي،
قبل لا نعرف النتائج النهائية، والحمد لله هذا الشيء المؤمل وهذا الشيء المرجو، أن اللي بيدخلون يعملون من أجل صالح البحرين واقتصادها وينسون الفروقات الشخصية وينظرون إلى المصلحة العامة إن شاء الله. وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، شكرا جزيلا لحضورك معي في الاستديو. شكرا لك.